From among the five gifted nominees tonight, the winner could be, for the first time, a woman. And the winner is... Well, the time has come. Catherine Bigelow! There's no other way to describe it. It's the moment of a lifetime. First of all, this is... عام 2009 وعلى خشبة مسرح دالبي في هوليوود بلوس أنجلوس تم تقديم جائزة الأوسكار لأفضل فيلم كان بعنوان المهلكة من إخراج كاترين بيجلو، فيلم يروي الأيام الصعبة للعسكريين الأمريكيين في العراق. فيلم هوليودي آخر عن العراق يظهر المواطنين العراقيين كشعب عنيف ووحشي يعتاش على الإرهاب. I got eyes on three guys at the minaret at 6 o'clock. You keep walking, then I'll shoot you! Move him back! Keep that translator back! But the bomb was forced on him! Get him back! Don't move! Stay still! Jesus. Everybody stay down! Stay down! أشهد أن لا إله إلا وفي نفس السياق أطلقت مجموعة من الأكاذيب من خلال فيلم آخر قام بتمثيله الممثل الأمريكي المشهور ليوناردو دي كابريو عام 2006، والذي يصور العراقيين عموماً كشعب إرهابي يجب أن يتم تدميره لإنقاذ العالم. أكون لهم بالمرصاد أينما كان. يكون انتقامنا لأوروبا وأمريكا أشوائي. راغب ماجد، وفي مقال تم نشره في المجلة العلمية البحثية لجامعة لبنان، أشار إلى أن التحقيقات التي جرت تؤكد على أن أكثر الأفلام الهوليوودية التي تم إنتاجها حول العراق تركز على أن الشعب العراقي هو شعب إرهابي وحشي برمته. وبالمقابل نلاحظ في هذه الأفلام أن الجنود الأمريكيين هم أشخاص طيبون وإنسانيون جاءوا لإنقاذ العراق. عام 2021 كتب ستيف روز في صحيفة الغارديان، يقول: على الرغم من مرور أعوام على حرب العراق وأفغانستان، لم تتمكن هوليوود أن تتخذ موقفاً منصفاً وحيادياً من الحروب التي خاضتها أمريكا في هذين البلدين. وعادة ما سعت هوليوود إلى إيجاد تبريرات للهجمات الأمريكية على العراق وأفغانستان. ليس هذا وحسب، بل أكد ستيف روز على أن أكثر الأفلام المنتجة في هوليوود تظهر المواطنين العراقيين والأفغان كإرهابيين عمدا. في مايو 2020 كتبت إذاعة البي بي سي في تقرير لها يتحدث على أن هوليوود تبدلت إلى أداة تبرير للتصرفات العدائية الأمريكية بعد أحداث 11 سبتمبر. وجاء في التقرير أن هوليوود تسعى جاهدة لإقناع المواطنين في أرجاء العالم على أن الناس في الشرق الأوسط ليسوا سوى إرهابيين لتتمكن من تبرير الاحتلال الأمريكي البغيض للعراق. الناقد السينمائي نوح بيرلاتسكي، ومن خلال مقال نشره على موقع الام بي سي نيوز عام 2018، كتب أن أكثر الأفلام التي تم إنتاجها في هوليوود حول الحرب على العراق وأفغانستان
لا تؤكد سوى على أهمية الجنود الأمريكيين، ولم تهتم أبداً في أفلامها بمعاناة المواطنين الأفغان والعراقيين. يأتي هذا كله في حين تؤكد كل الإحصائيات على قتل آلاف المدنيين العراقيين على يد الأمريكيين منذ 2003 وحتى يومنا هذا. مدنيون أبرياء لم تتطرق لهم الأفلام الهوليودية أبدا، ولا حتى لحياتهم التي فقدوها على يد الجنود الأمريكيين، بل أن أغلب تلك الأفلام وعلى مدى كل هذه السنين كانت تسعى جاهدة لتبرئة ساحة أمريكا من كل الجرائم الوحشية والبشعة التي نفذتها ضد المواطنين العراقيين الأبرياء.